أنا اسمي ياسمين الكردي، خريجة فنون جميلة. بلش مشوار الفن بالنسبة إلي إني لما كنت بصف 11 فزت بمسابقة وطلعت فيها على إنجلترا. هاي المسابقة كانت تحكي إنه عبر عن حالك عن طريق الفن كشباب، عن أحلامك أو أمالك. وما توقعت أفوز صراحة، بس فزت، طلعت على إنجلترا 16 يوم. فمن هون بلشت أحس إنه جد بقدر أعمل إشي بالفنون، بقدر أكون فنانة. فمن هون بلش مشواري. درست فنون، تخصص نحت، كان تخصص جميل جداً بالنسبة للبنات. كان صعب إنه تدخلي بنت لأنه استخدمي منشير وصواريخ وحجر وطين، فكان صراحة تحدي بالنسبة لي، كان كثير حلو. بعد ما خلصت جامعة درست بقطر نحت للسيدات القطريات، بعدين رجعت هون على الأردن، بلشت أدرس بمدارس وإلى آخره. الفن اللي بشتغله أو نوع الفن اللي بشتغله بتخيل إنه تعبيري، هيك بصنفه. بستخدم الكانفاس ألوان أكريليك، كتير بحب الألوان، كتير بستخدم الألوان. أغلب لوحاتي بسنة 2021 كانت بتعبر عن الاكتئاب اللي كنت أعاني منه الفترة الماضية. فزي ما حكيت قبل إنه الفن هو أداة لتحسين الصحة النفسية، ففعلياً هي لوحاتي كانت تعبر بهاي الفترة عن معاناة الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب. فاللوحة هاي هو الوحش اللي قاعد في حضن البنوتة اللي هي أنا، هو هذا وحش الاكتئاب. إذا ما عرفت تتعامل معاه صح يعني بيوديك لأماكن مش تمام. فعلياً اللوحة اللي وراي في شاب صغير بفلسطين بغني راب، فبعت لي أغنيته وقال لي بدي اياكي ترسمي لي كفر لهاي الأغنية. فبعت لي إياها، سمعت كلماتها ورسمت له هاي اللوحة بس بطريقتي أنا. بشوف الفن إنه هو أداة ممتازة للتفريغ وتحسين الصحة النفسية للبني آدم. ومن هذا المكان بلشت مشروعي اللي هو مشروع صناعة الأقنعة. هو مشروع دعم نفسي غير متخصص، عم بشتغله هلأ مع المجتمع بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع أكثر من مكان لنحكي. هاي الورشة هي تدعم الأشخاص نفسياً عن طريق اكتشاف ذاتك، لأنه وقت ما أنت تعرف أنت جد مين رح تعرف أنت شو بدك. شاركت بمعارض مختلفة، منها دار أورت، The Concept Box، شاركت بجودار، بأوتيك أكثر من مرة يعني، بس كلها مشاركات مع فنانين مش فردية. وإن شاء الله كمان شهر 12 رح يكون في مشاركات جديدة. لحسن حظي إنه أنا مدرب مدربين وبنفس الوقت خريجة فنون، فمن أكثر الأشياء المبسوطة فيها اللي اشتغلتها بحياتي اللي هو الشغل مع اللاجئين السوريين بمخيم الأزرق. كيف تدعم الناس بالفنون كان من أهم الأشياء. الفن هي أداة عظيمة جداً للتغيير، إن كانت فيجوال، فنون بصرية، أو المسرح، التلفزيون، السينما. فبتخيل لازم نهتم أكثر بهذا المكان، لازم جد نعززه وندخله جد بحياتنا. كان نفسي بالمدرسة وأنا صغيرة جد حصة الفنون جد تكون فنون، ما ننزل نلعب كرة أو ناكل شيبس من المقصف. كان جعبالي جد أرسم، كان كثير مهم إلي هذا الموضوع، وبتمنى جد يتعزز بالمدارس زي ما لازم. يعني أنا طول حياتي درست مدارس حكومية،
وبالعكس أنا هلأ حدا كتير تمام وممتاز وفخورة بحالي وبتعليمي، وبحب أكتر تدعم المدارس الحكومية بالمملكة بالفنون بطريقة مبتكرة أكتر، مبدعة أكتر، لأنه هو الفن اللي بيخليك تخرج عن المألوف. أنا ما بشوف إنه في دعم للشباب بالفن. حاولت بالبلد، رحت اتجهت على أكثر من أرت جاليري وما لقيت غير الرفض صراحة. فللأسف يعني من زمان هاي القصة، من أول ما تخرجت من 2015-2016 لليوم ما بشوف هذا الدعم الكافي للشباب الأردني بالفنون، وهذا إشي كتير مؤسف. يعني كتير شباب يعني بيشتغلوا شغل رهيب جداً، رهيب ومحترف، عم بيطلعوا على إنجلترا وألمانيا وعم بيكونوا بيعملوا هناك إشي كتير فخم. فهذا الإشي المزعج صراحة، إنه نخسر هيك مواهب ببلدنا ممكن تكون موجودة هون، كله بسبب عدم الاهتمام الكافي بهذا القطاع صراحة. طموحي إني أكمل دراستي وأصير أرت ثيرابيست، أكمل أرت ثيرابي، لأنه أنا عانيت بلحظة من حياتي من تأزمات نفسية مش تمام، فكان الحل هو الفن. فبتخيل إذا كملت أرت ثيرابي رح نعمل إشي كتير مهم هون بالأردن، خصوصاً ما عندنا هذا التخصص الأرت ثيرابي. بتمنى ينزل على الجامعات، بتمنى يصير عندنا عيادات مختصة بالأرت ثيرابي ويصير ينعطى بالمدارس.